والحق معك، بس مو سهل تقتله. لا بقى تفكر بهالموضوع. ألو زاهر، أنت وينك؟ عم نشم شوية هوا. ما تقلق وعم نحكي شوي. ايه طيب ماشي، خبريها لميرنا. ماشي. القاعدين عم يحكوا، هلأ بيجوا. طبعا عم يلهي حاله لأنه ما بيقدر يطلع بوشي. كم سنة صار لك الآن مع هالزلمة؟ قديش شفت مصايب؟ سرق لي أمي بالأول وسفرني لبرا ليخلص مني، وحتى وقت كنت طفل صغير بعد أمي عنه. يمكن أمك أصلا بعدتك عنه، بعد ما اكتشفت الحقيقة قررت تبعدك عنه. أنا لازم أعرف كتير شغلات، بس خايف، خايف أعرف شي تاني أخطر. برأيي كل هالشغلات فاضية، الحياة كلها لف ودوران. والله أنت بتقدر ترجع أمك أو ترجع أبوك؟ بكفي إنه هالزلمة ما بقى يتعرض لك مرة تانية، وهالشي رح يريحها والله يا، ويقول ابني ليشبع. أكيد ما رح يحضنك ويحبك، تركه يحكي. واضح بده يعطي فرصة لحاله مشان تسامحه ويرتاح، لأنه ضميره عم يعذبه من اللي عمله فيك من قبل، مثلي أنا. ما كان عندي شخصية بالأول، تأثرت بالبابا بعدين لحقت بمصطفى. مشان أثبت رجوليتي كنت رح أقتل أختي، مثل عم يضحك على حاله. شايف الجهل؟ هي أختي، أختي. قبل ما تتجوز وحكيت معه واعتذرت لها، بس ما ارتحت، ما قدرت سامح حالي. وانت لا تعمل شي تندم عليه يا خليل. رجولة وانتقام، ترك الشرطة هي تاخذ لك حقها. انت عم تكذب لانك بنفس ظرفي وفهمان بشو حاسس. خلينا نترك هالأوساخ ونبدأ حياة جديدة نظيفة بلا مشاكل. يا ريت يا خليل لو فيني نرجع الزمن لورا ولو سنة. يا ريت. ويا ريت لو أسيل عايشة. انت ليش تكرهي لخليل؟ غيراني من ميرنا وهيك؟ واتصلتي فيني لحتى تخلصي على ميرنا. انت عطيتيني العنوان على التليفون. ايه انا عطيتكن. لهلا عندك امل بخليل؟ لا ما بقى بدي اياه. وليش؟ ليكني انا انتقمت وخلصت، ارتحت. اوه، وأنا رح أنتقم عن طريقك أنت إن شاء الله. قلت لك عدونا واحد. يا ريتني تعرفت عليك قبل هلأ. تو ليكي، يا ريتني قابلتك قبل ما قابل حدا تاني. كنا حققنا كل شي منتمنى. لا تخافي، خدي اتصلي، اتصلي بمدحت، خليه يجي. أعطيك تحكي معه؟ لا حبيبتي لا، بلا ما يعرف إني هون. خليه مفاجأة ليجي، حتى نتأكد من الحكي اللي حكيتيه من هداك الزلمة كمان، و
ونكون جاهزين لأي احتمال، مو هيك؟ اوعك تغلطي، فهمتي؟